يوم جديد لا تبدو فيه آثار على حادث أمس وهذه الخدوش إثر اصطدام السيارة التي اعتقلت الشرطة سائقها بنفس موقع الحادث وتعاملت مع الأمر بأنه عمل إرهابي. تقول مصادر أمنية إنه صالح خاطر بريطاني جنسية من أصل سوداني، يعتقد أنه غير معروف لدى جهاز المخابرات وشرطة مكافحة الإرهاب، لكنه معروف لدى الشرطة المحلية، والأولوية الآن هي معرفة ظروف الحادث والدوافع التي تقف وراءه. التحقيق مستمر، هناك حد لما يمكنني قوله عند هذه النقطة. يجب علينا إعطاء الوقت الذي تحتاجه الشرطة للقيام بعملها. منفذ الحادث يرفض التعاون والإجابة على أسئلة التحقيق، لكن الشرطة مستمرة بتحرياتها بحثا عن تفاصيل أدق حول ما جرى، وقامت بتفتيش أماكن مختلفة في مدينتي نوتنغهام وبيرمنغهام. الحادث الثاني خلال 18 شهرا في ويستمنستر، قلب الحياة السياسية البريطانية ووجهة السياح الأولى في لندن، دفع المسؤولين الأمنيين إلى الحديث لإيجاد حلول دائمة لتقليص خطر هذه الحوادث، كجعل هذه المنطقة بشكل كامل منطقة للمشاة فقط. صحيح أن الحياة عادت إلى طبيعتها في لندن، ولكن ذلك لا يلغي حقيقة أن البعض هنا بات يتطلع لإجراءات تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث. ستجعل هذه الفكرة المنطقة أكثر أمنا خاصة للسياح. أنا أؤيدها تماما لأنها منطقة مزدحمة. إذا تم إغلاق المنطقة على السيارات فهذا سيكون جيدا لكل شخص وجيدا أيضا لمعالجة التلوث. الشرطة لم ترفع مستوى التهديد الإرهابي، ولكن عمدة لندن صديق خان قال إن العاصمة لندن ستشهد انتشارا أوسع لعناصر من الشرطة خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا السكان إلى عدم القلق إزاء هذا الإجراء. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.